السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح السعادة والسرور ويوم جميل موفق على الجميع بإذن الله تعالى. أمانة ما برجع الشيء بمستوى أمس، ولكن نصيحة حبيت أوجهها للأخوة اللي جالسين يراهنوا على مواضيع كثيرة، ومنها الموضوع اللي صار أمس إنه نراهن على فوز منتخب، انه المنتخب راح يفوز واموره بتكون طيبة، وان خسر المنتخب انا بدفع ما اعرف كم، ولا بحلق شنبي. حلقتوا شنبك ولا بعدك بمراهن على انك تحلق شنبك؟ الله يعينكم يا ربي. ولا مراهن على حلاق الحيطة؟ ولا مراهن انه يدفع ما اعرف كم؟ ولا مراهن انه يعزم ربعه؟ العزيمة زينة، عزم ربعك تأخذ فيهم أجر. والمراهنة يمشي يحيى الهاشمي موص يمتك صابحات عسى ما وار ما ترجولك من المشي. جماعة الخير ما نراهن على أشياء انتو يعني أو ما يعني قدر الإمكان لا تراهن، لا تراهن لا تراهن لا تراهن أبداً، ودائما تمنى الشيء حصوله وتوكل على الله. أما أنا أراهن وشوفوني وما أعرف إيش، يمكن محتوى إنه الواحد يحلق شنبه ولا الحيطه ولا ما أعرف إيش. الله يعينكم، الله يستر علينا وعليكم. طالب علي مودي طلبة عسرة في الصيف غيظة وفي نص الشتاء، بسره بيت سمعته ولدري بالذي قال، لكن خذته مثل وابني معه فكرة. قالوا عن الود في الماضي وفي الحاضر والناس تسمع، ولا حد ياخذ العبرة من عصر بلقيس حتى وقتنا الحالي. يا دارين الهوى قولوا وش الدبرة، هل هو صحيح العشق ما تعقبها راحه، والود سم القلوب اللي على الفطرة، وانا لقيت في طريقي ضبي وحداني في دار حلوة من آثار البشر، قفره رحب به القلب قبله يرحب لساني، ولا رد بالصوت لكن ردت النظرة، سلم بعينه وأشر بالنظر، قاصد يوم يتحذر وانا حيد الضباء حذره، ما يدري اني صويب وشايل همومي وشارب من الوقت كاس الضيم والحسرة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، انه أغض البصر واحسن الفرج، فمن لم يستطع عليه بالصوت فانه وجاه. ثم اني اشهدكم ايها الجماعه الحاضرون والمستمعون، تشهدوا باني قد زوجت مخلوف بن علي بن ثاني السليمي هذا، وشهلة بنت احمد بن سالم الراشد الوهيبيه، زوجته إياها على حكم كتاب الله المنزل، وعلى سنة نبيه المرسل، وعلى حسن العشرة معها وجميل الصحبة لها، وأداء الواجب واللازم لها، ورفع الإساءة عنها، وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى ما اتفق عليه من الصداق عاجله وآجله. قبلتها وأقررت على نفسك بجميع ذلك. قل نعم. قد قبل شهلاء بنت أحمد بنت سالم بن راشد الوهيبية زوجة لك على هذه الشروط المذكورة، وعلى ما اتفقتم عليه من الصداق. قبلتها وأقررت على نفسي بجميع ذلك. قل كونوا علي من الشاهدين. بارك الله لكم وبارك عليكم. مبروك 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 مبروك. أشهدكم أيتها الجماعة الحاضرون، فاشهدوا علي بأني قد زوجت محفوظ بن علي بن ثاني بن خصيب السليمي هذا بزهراء بنت علي بن سليمان بن صالح الحسنية، على حكم كتاب الله المنزل وسنة نبيه المرسل، وعلى ما اتفقوا عليه من الصداق. زوجته إياها وأنكحته وأملكته عصمة نكاحها بإذنها وبرضاها وبإذن ولي أمرها أبيها الفاضل علي بن سليمان بن صالح الحسني، وعلى ما أخذ الله للنساء على الرجال، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان،
وعلى حسن العشرة عندها وجميل الصحبة معها ورفع الإساءة عنها وأداء الواجب واللازم لها. فإن كنت يا محفوظ بن علي بن ثاني بن خصيب السليمي قد قبلت زهراء بنت علي بن سليمان بن صالح الأحسنية زوجة لك على كل ما تقدم والشروط المذكورة فقل نعم قبلت منك زواجها ونكاحها لنفسي وقبلت لها على نفسي بجميع ذلك فكونوا علي من الشاهدين. نعم 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 شهدنا بارك الله لكم. عياد نعم يقول معكم بناقش مسائل الخير. الله الله وماي الفلق من معه حاضر. اي أيوة والله ولدك فسيح ويا له تحيه وكل من حضرنا ويا له تحيه. تحيه يلكم تحيه ومساي الخير. الله حياد ومن معه حاضر. يقول قمرية ريتها في متحف عبر الزمان. الله لبست رد الحشمة ولبست خاتم سليمان. الله أكبر. فيها حلا نزوة وفيها شموخ سمحان. الله هذه تحكم كما بلقيس فيها طهر مريم وتحكم كما بلقيس وكلامها يشبه ابن الملوح قيس ولن شافها عابد يا ابو حميد لن شافها عابد يتعوذ من ابليس. الله يا ابويا هذه ابو حميد يا ابويا هذه صغيره سن وعمرها 10 و8. الله 18 سنه ايوه مره ترجمته من هين ذي عاد ما روم اقول لك عليك بالله اعوذ بالله يا جماعه الخير هذا ما بقت وصف ما فيها.